سيبك تعرفهم عن نفسك مثلا شويه. انا يا جماعه اسمي بالظبط وبرضه اسيب لكم بتجيلي صدقني هترجع اوحش من الاول وممكن تزيد اكتر على ما انت كنت على الله كده ما حصلتش. يلا بينا. انا يعني مثلا باظت ايش I think I'm gonna rise up. السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ لو تفتكروا فيديو كيو ان اي اللي فات اللي كنت عامله مع ميزو، مش فاكر كان في القناه عندي ولا كان في قناه عند ميزو، كان في واحد جه سال وقال هل ممكن العب باليه جنب الحديد. انا جبت لكم النهارده يا جماعه مدرب الباليه شخصيا. شايفين يا جماعه طبعا احنا بنهزر، مش بنلعب باليه ولا حاجه من دي خالص. يعني جبت لكم النهارده كابتن كريم او زو. بقى لنا حوالي اسبوعين بنحاول نظبط ان احنا نعمل فيديو مع بعض لكن مش راضي تظبط خالص. لكن جه امبارح وقال لي يلا نعمل فيديو بكره، قلت له يلا. حتى جينا النهارده مش محضرين احنا نعمل ايه ولا هنتكلم في ايه، هنرتجل وندردش مع بعض في الفيديو ده كده. في الفيديو ده يا جماعه انا هبقى الى حد ما هبقى ضيف. الراجل ده هو اللي هيشيل الفيديو كله، انا جايبه لكم، هو اللي هيتكلم في كل حاجه. الراجل ده راجل تقيل وعارف هو بيتكلم في ايه. اتفضل يا كوتش. في اسئله كتير قوي بتجيلنا، ازاي اخسس بطني من تحت، او ازاي بعد ما اخس افضل خاسس. وبرده في سؤال بتاع ازاي اكبر دراعي، ده بتساله كتير جدا. وسؤال ازاي اكبر البنش العالي، ده اكتر حاجات بنتسالها يعتبر كل يوم في الجيم او على الانستغرام. فاحنا ان شاء الله هنحاول نرد على الاسئله دي كلها، ولو طبعا عندكم اي اسئله تانية بس تسالوها في الكومنت. وبرضه هسيب لكم الانستغرام بتاع زو في الديسكربشن بوكس تحت، تعملوا له فولو. لو عندكم اي اسئله ادخلوا اسالوا دايركت على طول. دلوقتي يا جماعه نبدا باول سؤال، وهو ازاي اخسس بطني من تحت. ناس كتير جدا بتبقى عندها المشكله ان هي عايزه تعرف تخسس بس بطنها من تحت ازاي، او بيفضلوا يعملوا دايت وتبقى بطنها من تحت او الجناب او اي كان المنطقه اللي هم بيدوروا عليها عشان يخسسوها. فانا سيب لكم زو هو اللي يجاوب على السؤال ده. طيب اول حاجه ما ينفعش ان احنا نعمل سبوت ريدكشن، ما ينفعش تخسس حته معينه، انت بتخس اوفر اول. تمام، دلوقتي لازم تبقى عامل كالوري ديفيسيت. تعمل كالوري ديفيسيت ازاي؟ هتعمله من الاكل، بعدين بتروح تتمرن حديد، والكارديو بيجي بونص. الكارديو مش اساسي معانا، مش الكارديو هو اللي هيخسسك، الكارديو تاني يا جماعه زياده على اللي انت بتعمله. ما تعتمدش ان هو الحاجه الاساسيه في التخسيس، لا، الدايت وبعد كده الكارديو ده يجي في الاخر بالظبط بونص. تيجي تقول لي يعني ايه كالوري ديفيسيت او ازاي اعملها؟ طيب كالوري ديفيسيت دي الاول يعني انت بتاكل اقل ما بتحرق، او بتحرق اكتر ما بتاكل. تمام، ازاي اعملها؟ ازاي اعمل الكالوري ديفيسيت دي؟ طبعا لو انت بتوزن اكلك او حسبتها الموضوع هيبقى اسهل بكتير بالنسبه لك. لو ما عملتش كل ده ممكن ان انت تعمل ترايل اند ايرور. يعني ايه؟ يعني تشوف انت بتاكل ايه وتقلله واحده واحده من اللي انت بتاكله، وتشوف نفسك في المرايه والميزان، وساعتها تقيس انت بتخس ولا لا، فانت هتعرف اذا كنت انت في الكالوري ديفيسيت ولا لا. يعني انت ممكن اول حاجه تعملها تبدا بس تنظف اكلك. طبعا هو موضوع اللي واحد بيقول عايز اخسس بطني من تحت، احنا بنتكلم مع واحد خس كل حاجه وفاضل له الحته دي. لكن انت لو واحد اوفر ويت، انت بس مجرد انت هتنظف اكلك، تشيل بس العك اللي موجود في الاكل، هتلاقي نفسك بتخس. لكن واحد بس فاضل بطنه من تحت اللي عايز يخسسها، بتبدا بس تشيل حاجات زي ما زيو قال لك كده، تبدا تشيل حاجات صغيره من اكلك واحده واحده، وتشوف ايه الحاجه اللي انت فعلا هتنزلك او دخلك في الديفيسيت قوي. وطبعا لو معاك ميزان اكل، الموضوع هيبقى اسهل لك بكتير، وكل حاجه محسوبه، هتوصل لهدفك بسرعه جدا بدل ما انت قاعد تاستيميت الحاجه. في حاجه كمان صحيح، في ناس مثلا بتلاقي تبدا الدايت، اول ما بتبدا اول يوم بتبقى ارصع نفسها قوي في الدايت، فبتيجي في مرحله ان هي الحرق عندها بيبطئ، فبتيجي في الاخر مثلا تلاقيه ما بياكلش حاجه خالص في اليوم تقريبا، ولسه في عنده دهون عايز يخسها ومش عارف يقلل من اكله ايه كمان. انا مش هقول لك ان انت مش هتخس، يعني لو هقول لك مثلا انت حرقك هيقف ومش هتخس خالص، ما كانش الناس اللي في المجاعات دي فضلت تخس لحد ما ضاعت كده. لا، هتخس، بس هتلاقي نفسك بعد كده هتضطر تقلل اكلك زياده عن اللازم، هتلاقي نفسك بتخسر عضل، هتلاقي نفسك مزاجك مش حلو، هتلاقي الموضوع بقى صعب بالنسبه لك، وترجع تاكل بعدها تلاقي نفسك بتزيد تاني. وده يرجعنا للسؤال، كان في سؤال من الاسئله بالظبط اللي هو انا ازاي لما تخس افضل خاسس ازاي؟ بالظبط، انت ما ينفعش ان انت تبقى واكل وجبه واحده في اليوم، او تقول لي انا خلاص انا عايز اخس فانا هاكل فاكهه بس، او هاكل وجبه واحده، او هاكل بروتين بس، هاكل ده بس. لا، ساعتها هيحصل ريباوند بعد ما تخس، هيحصل ريباوند عشان انت هتبقى، عشان ده مش سستينبل، تحارب نفسك من حاجه. بالظبط، ده ما تقدرش ان انت تفضل عليه فتره طويله، فبعديها هتاكل، فالا هيحصل ريباوند فهتدخل. فهو ده مش ده الصح، الصح
الصح ان انت تبقى عامل حاجه تقدر انت تبقى تفضل ماشي عليها وتبقى في منها كاربس وفات وبروتين في النظام الغذائي بتاعك، فساعتها تقدر تبقى قادر ان انت تفضل على الدايت ده. انا عن نفسي انا بشوف دايما ان الدايت ده لو انت واحد بتعمل الدايت علشان بس تكون شكلك حلو وشيب كويس، ما عندكش بقى بطولات وقصص تانية، ما بنتكلمش على فكره يا جماعه الراجل ده بتاع بطولات برده، الراجل ده تقيل يعني، ما مش بنهزر يعني. هنا لو انت واحد عايز تعمل دايت عشان بس الشيب بتاعك يبقى حلو وجسم حلو تقدر تحافظ عليه، مثلا توصل نسبه دهون من 10 12 13%، حاول دايما تخلي في دماغك ان الدايت ده هيبقى لايف ستايل، فاللي انت هتعمله في الدايت هيكمل معاك مدى الحياه، فما تعملش حاجه انت مش هتقدر تكمل بيها. لان انا جيت النهارده قلت لك انت مش هتاكل ده خالص او ما تبصش للحته دي، انت مش هتفكر غير في الحاجه دي عشان تاكلها. فلو انت قرصت على نفسك قوي في الدايت بعد ما هتخلص حتى لو وصلت للشكل اللي انت عايزه هتلاقي نفسك بتاكل اكتر من الاول وهتزيد وهتتخن اكتر من اللي انت كنت بادئ بيه اصلا من الاول. سؤال كمان، موضوع الناس اللي بتبقى عندها دايما مشكله في عضله معينه زي مثلا عضله الباي، خلينا ناخد مثال عضله الباي مثلا، الناس بيبقى عندها مشكله تقول لك انا الباي عندي ما بتكبرش. خلي برضو انا كنت عملت فيديو للموضوع ده من وجهه نظري، خلي زوي يقولها لكم من وجهه نظره برضو. طيب دلوقتي عشان تكبر الباي لازم تلعبها مرتين في الاسبوع، يعني مثلا مره مع الظهر ومره مع تبقى يوم دراع لوحده اللي هي باي وتراي. تمام، المره اللي مع الظهر دي ممكن نعمل هاي ريبتيشن، والمره اللي مع الدراع تبقى هيفي ويت لو ريبتيشن، مش لو يعني 3 او 4 يعني من 6 ل 8 مثلا، من 6 ل 10 بكتير. بس طبعا اهم حاجه المسل والمايند كونكشن، وبتلعب بجود فورم، ما ينفعش تبقى بتمرجح الوزن او حاطط وزن كتير قوي عليك مش قادر تلعبه، بترفع دراعك بترفع دراعك لفوق مش كتفك كونتراكشن بالظبط للباي. ساعتها لو انت ركزت ان انت كل اسبوع انت بتحاول ان انت تكسر الوزن بتاعك او بتكسر العدات بتاعتك او بتلعبه بفورم احسن بالظبط كده بالظبط، في كذا حاجه للبروجريسيف اوفرلود ممكن تعملها ساعتها انت هتكبر يعني، وبالذات بقى لو انت كتبت بقى اوزانك اللي انت بتلعبها كل مره وحاولت ان انت تكسرها ساعتها هتكبر معاك، ما فيش كلام بالزبط. طبعا بجانب النيوتريشن يعني لو انت ظابط النيوتريشن بتاعك طبعا هتكبر ما فيش كلام. انا دايما مقتنع ان انت لو انت واحد مبتدئ في الجيم اي حاجه هتعملها هتجيب معاك نتيجه، لكن كل ما بتتطور اكتر كل ما انت لازم تكتب كل حاجه بالورقه والقلم. صدقني انت طول ما انت واحد بتتمرن وبتتطور في التمرين لازم تكتب الورقه والقلم، عشان انت لازم يبقى فيه تطور، بتزود وزنك مش وزنك انت يعني بتزود الوزن اللي انت بتشيله، بتزود عده لو انت مش قادر تزود وزن، تقلل الريست بين المجموعتين شويه، كل ده بروجرس انت بتعمله، فلازم تكون كل حاجه كاتبها بالورقه والقلم بالظبط. او بتحط ورك لود على عضله بالزبط. بطريقه مختلفه، عامل سوبر سيت، عامل دروب سيت، عامل تراي سيت، تغير في التيمبو شويه، حاجات بالزبط. كتير حاجات كتير ممكن تعملها بالظبط. عضله ثانيه برده محيره ناس كتير ودايما ناس ما بتعرفش تكبرها او عندها مشكله فيها، التشيست من فوق، العضل التشيست من فوق هنا. طيب دلوقتي بشوف ناس كتير قوي اصلا بتلعبها غلط، بيحط كل التنشن على الكتف الامامي مش على بنش خالص، ويقول لي بنش ما بيكبرش. دلوقتي انت ما ينفعش تبقى قاعد بتلعب جاي كوعك اصلا بره خالص وقاعد بتطلع مثلا في تلعب دمبل بريس الف به اصابه اول حاجه يعني بالظبط اصابه ما فيهاش كلام على الكتف الامامي طبيعي مش هيكبر، انت عايز ان انت تبقى عامل ايزوليشن لل التشست من فوق مش كتفك الامامي. ازاي اعملها؟ كوعي وانا بلعب على الانكلاين لازم يبقى داخل جوه شويه، بحيث ان انا ابقى حاطط التنشن على بزق التنشن على بنش العالي. وطبعا زي الباي بتلعبها مرتين في الاسبوع، مره مع البنش عادي ومره بعد الكتف، بعد يوم الكتف تلعب زاويتين بنش عالي. ايه التمارين اللي ممكن العبها في البنش العالي؟ ممكن تلعب انكلاين بار، ممكن تلعب انكلاين دمبل بريس، ممكن تلعب دمبل بريس انكلاين برضو الترناتيف، ممكن تلعب باتر فلاي، في حاجات كتير قوي تلعبها. المهم ان انت تبقى بتلعب جود فورم ومركز على الانكلاين بنش من فوق، مش بتلعبها وخلاص حاطط كل التنشن على كتفك الامامي بالظبط. انا بشوف ان الموضوع ان انت تلعب العضله مرتين في الاسبوع احسن بكتير من ان انت تلعبها مره في الاسبوع، لان انت لما تلعب العضله مره واحده في الاسبوع فالعضله بتحتاج مثلا من يومين لثلاث ايام ريكفر لو انت بتلعب بالفوليوم المظبوط بتاعك مش بتأفور يعني. فان انت تركن العضله اسبوع كامل على ما تمرنها مره تانية مش بشوف انها حاجه ليها معنى يعني. ومش معقول ان انت تلعب العضله مرتين في الاسبوع ان انت تلعب بنفس المجاميع اللي انت هتلعبها لو بتلعب مره، لا انا اقصد ان انت قسم الفوليوم بتاعك على مرتين، ما تبقاش الفوليوم ده كله في مره واحده في الاسبوع. في يا جماعه برضو موضوع مهم جدا، في ناس كتير دايما بيبقى عندها مشكله ان كوعها بيتعبها، سواء مثلا بيعمل تمارين ترايسبس سكال كراشر او في البنش بريس، في تمارين كتير الموضوع السكال كراشر بشوف ناس كتير بتلعبه بتبتدي بيه التمرين. طب انت دلوقتي لسه ما سخنتش، انت مفاصلك لسه ما سخنتش،
فانت ابتدي تمرينه التراي بروب اكستنشن مثلا، والعب بعديها ستريت كيبل بوش داون، وبعديها بخش على السكال كراش. هتبقى انت اوريدي خلاص سكنت وفي بلود فلو حوالين حوالين دراعك الجوينت نفسها بالظبط. فهتبقى لما تلعب سكال كراش مش هيوجعك ده لو انت ما عندكش اصلا مشكله، يعني ما عندكش تنس قلب وما عندكش حاجه يعني كده كده هتوجعك. المشكله الاصابات اللي زي دي لما بتيجي بتقعد فتره على ما تروح، فانت لو جات لك اصابه زي دي لا قدر الله بتحتاج انت فتره تريح شويه او تقلل التمرين بتاعك خالص في الحته دي عشان ترجع تاني. في برضه حته ثانيه كان ناس تقول عليها انها وهي بتعمل التمارين مثلا زي التراي شوت تعمل لوك للاخر ولا ما تعملش لوك؟ في ناس ما بتبقاش عارفه، ايه رايك في الموضوع؟ هو المفروض يعمل لوك على العضله مش بيعمل لوك في الكوع بالظبط. تفرق كتير قوي لما انت بتبقى عامل مثلا مان كونكشن، انت مثلا بتلعب بنش نفترض انت بتلعب بنش وعايز تسكويز فوق العضله، ما ينفعش تبقى طالع وتقفل تقفل كوعك هنا حاطط التنشن كله على كوعك، انت لازم تبقى عامل مثلا مان كونكشن بتبقى بتقفل على الشست نفسه. لازم تمرن نفسك ان انت تبقى بتعرف تقفل على الشست فوق، مش بتطلع الوزن فوق وتحت، احنا مش تبقى مشغل دماغك مع العضله قوي، مش الفكره ان انت بتزق الوزن فوق وتحت، انت عايز تزق الوزن بحيث ان انت تبقى عامل كونتراكشن للعضله اللي انت بتلعبها، هتستفاد كتير قوي ما انت قاعد بتزق الويت وخلاص. انت هتحس ان كوعك بره المعادله خالص اصلا لو ركزت ان الشست عندك شغال، تحس فعلا الشست هو اللي بيزق ودراعك كله اصلا انت مش حاسس ان هو في اي مشكله خالص. بس كده يا جماعه كده خلصنا الفيديو. لو عجبتكم الفيديوهات دي مع زو تقولوا في الكومنت سيكشن تحت نكرر الفيديوهات دي، وممكن برضه تبعتوا لي اي اسئله عندكم عندي على الانستجرام او عن زو على الانستجرام نعمل فيها فيديوهات تانية Q&A. بس كده شكرا يا جماعه، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.